ايش يوم الخميس ما دام معك اعطيني الجزء الاول هذا. ثاني وين انت؟ هيني تعال نقدح في الوحدة. ها واحدة ولا واحد؟ ها واحد. شوف شوف ابو الازرق عامل حاله زلمة. اذبحه قلبه كمان. يا شباب هلا ورحب. ويلكم. هلا بيك. هلا والله منورين الشباب. والله ما شايف الا الفلسطينيين بيلعبوا على الببجي. وين يا محمد؟ مين؟ لا يا بن عودة. ايه معاذ هذا على طول كشفتني كلمة يا عودة. ايوه ايش يا اخو؟ بلعب ببجي. ايش احنا خشينا متنا توي مش بتلعب ببجي. انت كنت بلعب معنا؟ يا راشد انا اللي طلعت طخيت اللي كان جنبك متت. لا ما هو انت عرفت وين هو؟ عرفت بس مش كبار ما طخني. ابن هالقوات كان متخبي على الحديد. ايوه شباب خليكم كلكم جنب بعض عشان نلعب صح ونفوز ان شاء الله. ما حدش يدور، كل واحد ياخذ سلاحه وبعدين ينتبه، اللي بنقتله بناخذ سلاحه بتلاقيه جاهز. هيك النظام احسن، لما نقعد كنا ندور كل واحد في مكان في عماره نتفرق. هذا المستشفى فيها سلاح بتكفينا وزياده. مش مستشفى هذا مدرسه. مستشفى هذا مدرسه. مدرسه. يا اخو عشان عندنا مدارس الوكاله. في كينيا ما مش عرفتش كل واحد يا عين. هاي فرد الدروب يا شباب. اضربه هان خليه ينزلنا على السطوح. ابعد ولا احمد ابعد ابعد ايش بده؟ طيب يلا ها. يا راجل بس قول لي كيف بتضربه المره دي لقيته مش عارف اضرب. ارفع لفوق واضرب اضرب على السماء. لقيته جازوا حالكم يا شباب بسرعة الحين جازوا حالكم لأن الشعب كله الحين هيجم علينا عشان فرد تضرب. بدنا سلاح زي الخلق. اصبر. طيب روح على السلاح بسرعة. انزلوا لقطوا حالكم. معي مسدس انا. وين حينزلوا تضرب؟ هنزلوا فوق المدرسة. طب نزلوا فوق المدرسة خليك كل حول خلينا ضربت هاي ونازل. بس انت روح للمسلح حسب تلصق علينا هجوم. وبالنسبة للهجوم صار هي وينه؟ انا مش شايف علينا ضرب. يا احسن هذا نزلنا جبنا مصفى. لا يا راجل جبنا نزلنا. بعاد عن هذا. طب اعطونا اي سلاح بس. بدنا حد ياخذ الجيب. بس انا ضربكشن. والله المستشفى ناشفه هذه. ابصا مين جاي قبلنا خمس دقائق بس. والله شكلها مدرسه. طب انت بلاش حد يسرقه. مش ناقصنا احنا جبناه وينسرق. طب كيف بدك تنزله عن السطوح؟ جبت نزل على تحت الشارع. يعني نزل جاهز بس المشكلة انك الحين تركب وتسوق. هو هذا اللي برا؟ هو اللي صار في البار. هاي في واحد طخ علي. وين؟ قتلته هي عند الجيب. ما هو جاي يسرقه. ما بقولكم ديروا بالكم. انا بس رقط السلاح حاطين جنبه صافي. جيب يا ضمرك وانا صدقت يعني في الحقيقة ما جبتوش. مصفح بعدين. وين تجيب هذا الاسود؟ يا راجل. طب انا قاعد بحرس فيقة. هذا عند الجبات. طيب
احسن. معقول يا بن عود مش عارف جيب اخوك وين؟ وزوب زياد. اه خليك عند جبهة جايك اعطيك سلاح. اطخ عليه؟ عليه؟ لا 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 هذا هو؟ خليف خليف تصفيحه يا راجل عشان الحين نستفيد منه. وين انت؟ ما حد يطخ علينا. وين انت هنا عند الجبهة؟ اللي معوش سلاح يجي بعطيه 16. يا عمي وين الجبهة خلي مش هذا هو اللي عالي عجاله عليا؟ انا الحين ايوه ايوه المصفح يا راجل. لا يا راجل مش شاف. والله هو عشق الثاني يا عم عشق الثاني. طخيت 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 وفي كمان واحد في كمان يا عم نزلوا تحت كلهم هاجموا. انا نزلنا لكم عشان ضرب من هان. هيو جيب هذا. ايوه الثاني وينه مش عارف وين اتجاه. خد صندوق انت اتجاه على الاندي بعيد. خد صندوقه. طيب يلا نطلع نشوف الجبهة يا راجل. طيب يلا بروح ما فيش فيها المستشفى ناشفة على الفاضي. كلكم معكم سلاح؟ يلا يلا. انا عارف مستشفى. هو هذا الجبهة. اي الجبهة ايوه هو هذا الجبهة ايوه. يلا يا كبير. يلا جيب معكم بنزين يا شباب اللي حواليه بنزين يجيبوا واحد. طب بالله لقيت روح. وين وين ما ينفعش تطلع تطخ منه دير بالك اي حد يطلع في وجهك ادعسه. سيبه طخ عليه براحته. رقم اثنين وينه؟ انا عارف وراك وراك. طب يلا يلا يا رقم. طب يلا يا حبيبي يلا حبيبي يلا روح اطلع يلا حلك روح على الدور هدول عند ان روح على الدور هدول في نص الدير هو على الحين يا اخوي. لا بدي اصفه بدي اصفه بدي اصفه. خد جوا خد جوا بزياد اشوف. طرب نزل لنا جبه مصفح. لا 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 ايوه ادعس 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 ايوه خلاص ارجع عليه خلاص ايوه خلصنا. هاي كمان واحد كمان واحد الثاني الثاني. ارجع ارجع لفيرس ارجع لفيرس. قدم قدم ارجع ارجع ولك ارجع زي ما انت. ايوه ارجع خش عليه بوزك هالجير. خلاص هيطفي. في كمان واحد في رجلين. استنى استنى في واحد دير بالك نمرة اثنين. في رجلين هاي قاعدين جوا خليك قاعدين جوا. يا عم خليك انت ركتلتني فتش ويطاك. في واحد وينه؟ وينه؟ يا عم هاي ورا. خدتوا كل الصناديق؟ اهم شيء ما تضيعوش الجيب. عندك قعد جوا في ناس جايين. خليك في الجيب خليك في الجيب. خلص سمع روح روح يا شباب اللي بنقتله بناخد سلاحه. روح معانا سلاح. اطلع يا شيخ اطلع مخيل. يا بنموت يا بنعيد. نفرع على الجيب. يلا اطلع اطلع يا راجل صار على الجيب. اطلع. الأملم عماله بضل ما يطلع. يا عم اطلع يا عم ما ضلش اشي اصلا. ما ضلش اشي الأملم. اشي اللي نضاره وشورت كابوري خدها. انا هيني رايح. روح. 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 طلع ضيعت السلاح. تلمي مع خاطر عماله. اح اوسخ اشي فينا بيعرفش الطخ من ورا. وين نروح؟ ولا من جواته خلاص. امشي بشويش انت الطخ علينا روح عليه. على طول ارفع صوت. طب بدنا صولر يا شباب. نفلل اللي تعجب يا حبيبي. مش هلقيت احنا بنقول بس يعني يكون معنا احتياط. طيب الحين شوي بس نروح ندور بنلم. انت شوط وخلاص. نص الدائرة احنا. طب امشي يا اخو خيل. فرق خمس ايوه. اضرب وين الله بعد في رجلك دوس. على على قد على دروب على دروب وين قديش الدرجة؟ على 30 40 40 ايوه روح روح على الدروب. روح خشش على الدروب خليك بعيد شوي عنه عشان اللي حواليه يجوا. لا بدنا نقعد جنبه انا مصفى.
هو مصفح لكن معك مدى في التصفيص، يعني لو اربع طخوا عليك ممكن يفجروه. طب ايش رايك وننزل ناخذه؟ انا شايف فيش حدا، واحد فينا يروح ياخذه. هاي رقم ثلاثة راح. رقم اثنين يان. اقف جنبهم يا محمد. ابو زياد نزل السواق. احسن خلاص خليك السواق نزل ياخذ سلاح. خلاص يلا اطلع. مين اللي بسوق هذا؟ خلاص انا. كل واحد شيط يعني مش هذا. اي واحد واحد يا عم ده والله ادس يا زلمه. استنى ابعد احمد ولا لا؟ وين فجروا هاي؟ نشاطنا فيك قلت لك. يعطيك العافيه ابو كيف تعجب يا اخوي حبيبي. يلا على فلسطين اتفجرنا. يلا انزل. يلا عيد يلا عز عمرك حبيب قلبي. يلا ادعس.